بدعوة من دولة رئيس مجلس الوزراء عقد في السراي الكبير اجتماع بتاريخ اليوم 24 من حزيران 2013 ضمه أصحاب الدولة الرؤساء الدكتور سليم الحص الرئيس عمر كرامي الرئيس فؤاد سنيورة بصفته الشخصية وممثلا لدولة الرئيس سعد الحريري والرئيس المكلف تمام سلام. استعرض المجتمعون تطورات الأحداث الأمنية الخطيرة التي بدأت في طرابلس وامتدت إلى أكثر من منطقة في لبنان وصولا إلى ما شهدته منذ يوم أمس منطقة عبرة في شرق مدينة صيدا والملابسات التي سبقتها ورافقتها من مختلف الجوانب. وفي ختام اجتماعهم شددوا على النقاط التالية: أولا، التوجه بالتعزية إلى جميع اللبنانيين وجميع عائلات شهداء الجيش والشهداء من المواطنين المدنيين العزل والأبرياء من أبناء مدينة صيدا وسائر الشهداء الذين سقطوا في مختلف المناطق اللبنانية، آملين شفاء الجرحى بأسرع وقت ممكن. ثانيا، إدانة ورفض أي اعتداء على الجيش اللبناني أو أي مؤسسة أمنية رسمية من أي جهة أتى، لأن الجيش سياج الوطن ودرع حمايته في وجه محاولات التفتيت وأحداث الفوضى وفي وجه محاولات ضرب صورة وحضور لبنان واستقلاله وسيادته على أرضه. ثالثا، التأكيد على التمسك بالدولة ومؤسساتها ووحدة هذه المؤسسات وفي طليعتها وحدة المؤسسات العسكرية والأمنية. رابعا، رفض المحاولات المتكررة والفاشلة لوضع الجيش في مواجهة المسلمين السنة وتصويرهم بأنهم جماعة متطرفة رافضة للدولة فيما هم أهل الدولة والتمسك بتطبيق القانون. نحن المجتمعون وبصراحة كاملة نتضامن مع أهلنا في كل المناطق الذين يشعرون أن القانون يطبق على فريق من اللبنانيين دون سواهم. إنما ومن موقعنا المسؤول والوطني نناشدهم ونقول لهم أننا نعاهدهم على الدفع باتجاه أن يتم تطبيق قانون على جميع اللبنانيين بالتساوي. فمؤسسات الدولة مسؤولة عن الجميع وأمام الجميع دون تمييز أو انتقائية. وفي هذا المجال يطلب من الجيش والقوى الأمنية القيام بمهماتها الأمنية بشكل شامل وكامل وعادل. انطلاقا من ذلك، فإننا نناشد أهلنا في صيدا وعرسال وطرابلس وأقليم الخروب والبقاع الغربي وعكار وبيروت والجنوب الانتباه إلى الفخ الذي ينصب لهم وللجيش وللعيش المشترك في لبنان من أجل أن تقع الواقعة بينهم وبين مؤسسات الدولة لكي يسهل النيل منهم ومن وحدتهم ومن لبنان. خامسا، ضرورة تنفيذ خطة أمنية في مدينة صيدا يتولاها الجيش والقوى الأمنية الرسمية تعمل على أولا على ألف منع المظاهر المسلحة، كل المظاهر المسلحة بشكل شامل بحيث تطال كل المربعات الأمنية والشقق الأمنية المسلحة بغض النظر عمن يكون وراءها وذرائع إقامتها. ب. اعتقال المعتدين على الجيش وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وإنزال العقوبات اللازمة بهم مع إجراء التحقيق الفوري والشفاف عن الأسباب التي أدت إلى حصول هذه الأحداث الأخيرة والخطيرة. جيم، التعويض على الخسائر التي لحقت بالمواطنين جراء الاشتباكات الأخيرة. سادسا، إن المسلمين من أهل السنة الذين دفعوا أثمانا باهظة من أجل الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وحرياته يؤكدون أنهم مستمرون في التزامهم تجاه وطنهم هذا، وأن لبنان باق وهو سيبقى وطن الجميع وللجميع، وأنهم مع الدولة القوية والعادلة ومع سيادة منطق القانون والمؤسسات والمساواة بين كل المواطنين دون أي تفرقة أو تمييز.
سابعاً، يناشد المجتمعون أهلنا في كل لبنان وخصوصاً في مدينة طرابلس وأيضاً جميع اللبنانيين المحاذرة من الوقوع في فخ الفتنة والانقسام وضبط النفس وتفويت الفرصة على جميع المصطادين بالماء العكر السعين للنيل من الدولة ومؤسساتها. ثامناً، يؤكد المجتمعون على التمسك بالعيش المشترك الإسلامي المسيحي والإسلامي الإسلامي والمحافظة على السلم الأهلي ونبذ الفتنة بين الأشقاء وأهل البيت الواحد من سنة وشيعة. تاسعاً، شدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بسياسة النائب النفس والتمسك باحترام إعلان بعبدة الذي أقرته هيئة الحوار الوطني دون أي انتقائية، كما يشددون على الحفاظ على استقلال وسيادة وكرامة لبنان واللبنانيين وعدم إدخالهم في الصراعات الإقليمية أو الدولية. عاشراً، أكد المجتمعون بعد أن استمعوا لدولة الرئيس المكلف على أهمية تشكيل الحكومة العتيدة في أقرب وقت ممكن لكي تتحمل مسؤولياتها الدستورية في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية. شكراً.